تالي الأخطاء الشائعة كثيرة حول سرطان الثدي، من المهم التعرف عليها لأنه مرض سرطان الثدي من أكثر الأمراض انتشارا لدى النساء، من المهم أن يكون هناك وعي تام ومعرفة موثوقة عن كل ما يتعلق بهذا المرض. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع والأخطاء والأفكار الشائعة حول مرض سرطان الثدي. معنا الدكتورة زاهرة فهد، بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية السورية. صباح الخير لكم لكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك يا دكتورة. صباحكم غير اكيد بوجودك. اهلا وسهلا فيك دكتورة. بداية صرنا نسمع كثير شغلات وخاصة من خلال هيك الحملات اللي عم تقوموا فيها، فصار في اجتهادات شخصية فينا نقول ايضا مثلا اخطاء كثيرة، يمكن كنا تحت الهواء عم نحكي عنها نور وسألتك عنها انه قديش ايضا شغلات اللي بتسبب احيانا الرعب وهي ما بيكون لها داعي. صح. خلينا نحكي هيك عن اول شغلة يلي هي حملات الثدي او الصدر، كمان بين بعض البنات لا ما تلبسيها ممكن تعمل بس انه ما توصل ان شاء الله للسرطان. نعم. لا بالنسبة انت سرطان الثدي هو بالفعل هاجس للسيدات والفتيات من كل الاعمار، بس نحن بنحب نطمن انه نسبة الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع العمر، يعني بالعشرينات هي نسبة كتير قليلة، نقول فينا نقول واحد من 2000، بينما بالثمانينات واحد من 8، إذا فهي بتزداد مع العمر، ولكن الأخطاء مثل ما قلتي شائعة كتير. أول شيء خلينا نحكي شغلة شغلة ورا بعض، بالنسبة لحملات الصدر سواء كانت حملات صدر عادية أو فيها حشوة أو فيها حديدة ستيان غورج أو بلاستيك أو شيء، الحقيقة لم يثبت أي علاقة ما بين سرطان الثدي وارتداء حمالات الصدر، حتى أنه اللي بيناموا فيها في ناس بتنام فيها. صح. فلا يوجد أي سبب. كان يعتقد سابقا أنه ممكن الحمالات تضغط على الأوعية اللمفاوية بالمنطقة وتسبب احتقانات أو شيء، ولكن هالنظر هالشائعة فينا نقول أثبت أنه هي بالفعل خطأ، ما في أي علاقة ما بين سرطان الثدي وحمالات الصدر بكل أنواعها. طيب خلينا نحكي عن الألم. الألم بتقول لك كثير من النساء أنا بشعر بألم في الصدر، قديش فعلا بيرتبط؟ في كثير من الناس بتخاف تقول لك السرطان ليس له ألم لهيك ما بنحس فيه، في مدرسة تانية بتقول لك لا لازم يرافقوا بعض الألم. الحقيقة الألم هو ليس مقياس مقياس، يعني في عنا فينا نقول معظم الأورام الحميدة غير مؤلمة، ولكن في منها قسم ما له مؤلم يكون كتلي فيه. وأورام الثدي هي غالبا غير مؤلمة، ولكن وجود الألم لا ينفي أنه قد تكون سرطانية. إذا خلينا نقول أنه الألم ليس بالضرورة وجوده أو عدم وجوده، يعني وجود كتلة غير مؤلمة لا يعني أنها سرطانية، وجود كتلة مؤلمة لا يعني أنها سليمة. بس في كثير من النساء بتقول لك ما في كتل بس أنا بيوجعني صدري، بس مو يعني الجانب الأيسر مو اليمين. كمان هون بتختلف، لازم يكون مثلا الألم بجانب أو بآخر؟ لا الحقيقة ما العلاقة؟ الألم ما له علاقة. هو الألم غالبا إذا ما كان في كتل ناجم عن احتقان أو تبدلات في الهرمونات، فقد تسبب احتقان في الثدي وقد يسبب ألم. هلا معروف انه نسبة سرطان الثدي بالجهة اليسرى اكثر من احصائيا من اليمنى، ولكن هذا ليس ألم او عدم وجوده. فينا نقول كمان بنفس الوقت وجود كتلة في الثدي لا يعني سرطان. فينا نقول انه 90% من الكتل الموجودة بالثدي هي كتل سليمة، و10% يعني واحدة من كتلة من اصل كل 10 قد تكون سرطانية، بينما الاغلب هي كتل حميدة، والكتل الحميدة ممكن تكون كيسات أورام ليفية أو أورام غدية احتقانات، فما مو بالضرورة أبدا تكون سرطانية. إذا 90% سليمة. نعم. وعادة قد تكون غير مؤلمة ولكن قد تكون مؤلمة، فالألم لا ينفي وجود السرطان أو لا يؤكد سلامتها. نعم دكتورة، من خلال الفحص السري اللي بتكون فيه السيدة أو الفتاة اللي بعمر صغير ممكن ملاحظة بعض الشغلات هيك الكتل خلينا نقول، فأحيانا ما بتلجأ لدغري، بصير عندها هواس، بصير عندها رعب، بتخاف تروح تعمل ماموغرا ممكن. قديش كمان مهم انه مو اذا لقيت اي كتله سواء ارتباط، احيانا بيقولوا انه الالم اذا في الم بالكتله فهي سليمه، هذا الشيء كمان من الاخطاء يعني الشائعه ممكن طبعاً. لازم ملاحقتها. قديش مهم اكيد انه يعني احنا بنقول انه السيده اي فتاه من سن العشرين لا تبلش تفحص حالها شهريا،
لحتى تتعود على كيان الثدي تبعها، ملمسه، اي تغييرات تصير فيها تقدر تلاحظها. ممكن تلاحظ كتله كتير كتير صغيره، لو ما كانت تفحص حالها شهريا ممكن ما تشوفها، ممكن تشوفها صارت كبيره. لذلك الفحص الذاتي قد يجعلنا نكتشف شيء ببداياتي، نعم. وبالتالي ممكن توفر على حالها عناء كتير، لبعدين علاجات وعمليات والى اخره. هلا بنقول مثل ما نرجع بنقول انه اذا اكتشفت شيء لا تخاف، الخوف ما حيحل مثل المشكله، ما قلتي دكتوره، شيء يعني موجود 90% من موجود الكتل هي حميده. تماما. هلا اذا بس اكتشفت خلينا نحكي، شيء هي ما الكتل نخاف. اللي بتكون ضمن الصدر، او فينا نقول محيط الصدر من تحت القبط. هلا الكتل اللي هي عادة بالثدي، ولكن الثدي احيانا في له استطالة قبطية، قد يصل نسيج الثدي عند الحفرة القبطية، وقد يشكل ألم أثناء الدورة أو بعد الدورة وأثناء الإباضة، وقد تتشكل فيه كتل كمان مثل الثدي. بالإضافة إنه تحت القبط في عنا العقد اللمفاوية وعنا الغدد العرقية، قد تتضخم العقد اللمفاوية بسبب التهاب، بسبب ارتكاس، مو شرط دائما تكون سرطانية. وهي نقطة كثير كمان مهمة، في كثير من الناس عندهم غدد لمفاوية بتؤدي لالتهاب، بتكون بارزة ما يخافوا، هي طبعا غدد اكيد. سليمة هلا وهي احنا غدد صحية. بنشوف انه مثلا بتوقف تحت قدام المرايه بتلاقي في شيء بارز تحت القبط، قد يكون نسيج شحمي، قد او يكون غدد الغدد لمفاويه اللمفاوية. التهابيه، قد تكون غدد عرقيه. بتعرفي خاصه ازاله الاشعار وكذا، قد يعني بجوز يفوت شيء شعرة تحت بالقلب، القبط مزبوط. يعمل التهاب، يعمل ارتكاس بالعقد اللمفاويه. اذا مو كل كتله موجوده هي لازم تكون خبيثه. نعم. طبعا احنا بدنا نطمن الناس انه معظمها هي سليمه، ولكن يجب نتاكد من سلامتها. أكيد تماما. الوقاية خير من أكيد شو أكيد قنطار أكيد علاج. أكيد. أكيد دكتورة، خلينا نحكي عن حجم الثدي. أحيانا إنه كمان من الشغلات يعني اللي هي بيقولوها. حابة كنت أحكي عليها. إيه الحقيقة تمام، يا ريت حجم نوضحها. الثدي ليس له علاقة بالسرطان. يعني ما حدا بتقول أنا والله صدري صغير ممكن ما أنصاب، ما خص أو صدري كبير بدي أنصاب، أبدا. ما في أي علاقة ما بين حجم الثدي وما بين إصابة بسرطان الثدي. يعني أي ثدي باعتبار في غدة ثدي جوا ممكن ينصاب، سواء كان حجمه صغير ولا كبير. والدليل انه في شباب بتنصاب اكيد بسرطان. احنا نسبة سرطان الثدي عند الذكور حوالي 1 لـ 2% من تماما نسبة سرطانات الثدي عند مجموعة، يعني بين كل 99 امرأة في رجل. شو كمان في كثير من الاخطاء الشائعه، يمكن كثير من هلا عنا السيدات مزيلات عم التعرق. يحضرونا دكتوره، كثير من الاسئله بتخطر ببالهم، في كثير يمكن ما في هي الثقافه الكبيره. خلال هيدا الشهر الوردي نحن عم نحاول نسلط الضوء على جميع التفاصيل اللي ممكن تخطر ببال الامراه او السيده، عم نحاول نركز على حملات التوعيه وقديش فعلا مهم الفحص المستمر للثدي. خلينا نحكي عن بعض هلا هي حكينا الأخطاء. عن حجم الثدي وحكينا عن الحمالات. في شغله ثانيه، في بنات بيعتقدوا اذا ناموا طب ممكن يؤدي لسرطان الثدي، انه بصير رد متكرر على الثدي انه عم ننام طب. اكيد كمان ما له علاقه، موضوع ما له علاقه. عمليات التجميل، تصغير الثدي او تكبيره. نعم. هلا ثبت بالدليل القاطع انه تصغير الثدي اذا كان حجمه كبير، عمليات التجميل وتصغيره، يعني في حالات مرضيه من بحاجه أكيد. لتصغير الثدي، ما لها اي علاقه بحدوث السرطان. عمليات تكبير الثدي، وضع بروتيز او سيليكون، يعني كمان ثبت انه ما في له علاقه بسرطان الثدي. يعني السيليكون اللي عم يحطوه هو سيليكون امن، وعاده بيكون له محفظه. فما في اي علاقه ما بين عمليات تجميل الثدي وسرطان بس الثدي. دكتورة شفنا كتير حالات من البروتيز. نعم. تم تسريب المادة للجسم صح. وتم هلأ بالبروتيزات القديمة كان يصير أحيانا شقوق ويصير بروتيز، ولكن لا تؤدي إلى سرطان، كانت تؤدي إلى ارتكاسات التهابية وتصلب وتحسس بالمنطقة أكثر ما أنه تساوي سرطان ثدي. لأنه أساسا السرطان هي خلية شاذة. نعم. بيتم تحفيزها، لأنه كل هدول يمكن عوامل طبيعية. نعم. بتمر نعم. فيها المرأة، لهيك ما راح تكون هي جانب محفز لهي يمكن تحفيز هي نحكي الخلية. كمان إذا بتحبوا على مزيلات التعرق. أكيد. مزيلات التعرق طلع فترة دراسات أنه قالت أنه ممكن تكون مؤهبة لسرطان الثدي. كمان نعم. الدراسات لم تثبت وجود علاقة ما بين استعمال مضادات التعرق نعم. وسرطان الثدي، ولكن يجب الانتباه انه في
في بعض مضادات التعرق فيها مادة شبيهة بالاستروجين قد تكون محفزة. هاي الحقيقة عم تنشال هلا حاليا من مضادات قد التعرق. تكون محفزة، قد تكون يعني، ولكن تكون مو اكيد. لذلك هلا وقت نشتري مزيل التعرق في على الباركود تبعها ممكن نحن نشوف ارقام معينه انه هاي ما نستعملها. بس على كل حال هلا هي الماده البروبوفينيل اللي هي بتشبه هي بتشبه شوي الاستروجين، ولكن كمان لم يثبت علاقتها. فينا نحكي على شغلات ثانيه مثل القهوه. نعم تفضلي. الكافيين الحقيقه شرب القهوه على ما يبدو الدراسات الجديده اثبتت انه الكافيين واقي من سرطان الثدي. يعني النسوان اللي بيشربوا واخيرا في جانب ايجابي كل مره، لانه كل مره بتطلع دراسه معاكسه بيقول لك القهوه مضره، لا مش مضره، لا مفيده، لا فيها وقايه. بدنا نفرق كثير ما بين القهوه ونوع القهوه. هلا القهوه العاديه ثلاث اربع فناجين قهوه ما بتأدي ل بتحمي حتى هيك اللي بيشرب دولة صار اثنين هلا بيقول لك وقاية وقاية. ثلاث أربع فناجين بالنهار مو مشكلة، لكن يجب أن ننتبه إلى القهوة سريعة التحضير اللي ثلاثة بواحد واثنين بواحد. وشو الحقيقة هي فيها مواد كثير جليسيريد وسكر وإلى آخره اللي قد تؤدي إلى تأثيرات ضارة على الجسم بشكل عام. تمام. هلا بالنسبة للشاي، الشاي الحقيقه معاكس للقهوه. اها. يعني شغله لحد هلا ما كثير مفهوم ليش انه الشاي استهلاك الشاي الزائد قد يؤهب بعكس القهوه. يعني اكثر من فنجانين شاي بالنهار ممكن ما يكون كثير جيد. فحطوا الكت اوف انه فنجانين مو اكثر. فعمليا انه القهوه ما حاميه اكثر من الشاي. نعم. يعني مثل ما حكينا انه شغلات ممكن انه دراسات قلتي نور انه في دراسات بتقول انه القهوه منيحه، لا وهلا عم تقول الدكتوره الشاي في مدارس. هلا زعلوا يا جماعه الشاي. كمان على شغله ثانيه هي انه سرطان الثدي لازم الست ما تعتبره انه عقوبه لإلها، هو يعني هو مرحله عاديه. لهيك هي لهيك عم نحاول قد ما فينا نوعي من خلال فقرات البرنامج. هي الكشف المبكر عن سرطان الثدي يؤدي الى الشفاء بشكل كامل. حاليا سرطان الثدي بكل مراحله يعني في عنا نسب شفاء عالية بالمرحلة الأولى والثانية عم توصل ل 98-99% أحيانا. حتى المراحل المتقدمة يعني عم يعيشوا سنوات طويلة. وهلأ الحمد لله يعني العلم والأدوية الحديثة حولت سرطان الثدي لمرض مزمن وليس مرض يعني قاتل مثل أي مرض مزمن تاني. فالسيدة اللي عندها مثلا أورام متقدمة لو كان منتشر عم تقدر الأدوية تخليها عايشة فترات طويلة وغالبا بدون معاناة وبدون ألم. نعم. يعني نصائح أخيرة لكل اللي عم بيتابعنا دكتورة، حتى ممكن ما ندير إذننا أو الصبايا يديروا إذنهم لحدا، دائما يعملوا الشيء المفروض عليهم من خلال فحص السريري، من خلال مراجعة الدكتور المختص كل فترة. أكيد. وأنا أحب نبه كتير على شغلة مهمة هي استعمال الأدوية الهرمونية. هلا استعمال الأدوية الهرمونية العشوائي هو الضار. يعني ممكن سيدة يكون عندها مشكلة، مثلا مشكلة بدها تعمل طفل أنابيب، هون لازم تكون تعمل بس لكن تحت مراقبة. في بعض السيدات بيلجأوا للعلاج الهرموني المعيد بعد سن اليأس، طبعا هون لازم يكون تحت إشراف طبي كتير كتير يعني كثيف. ليش؟ لأنه ممكن يكون الست بحاجة بالفعل لعلاج هرموني ونحن عم نحرمها منه. فلازم عدم استعمال مضادات الحمل العشوائية. يعني تكون واحدة عندها سفرة أو بدها تروح مشوار أو رحلة بتقول لك أنا بدي أوقف الدورة هالشهر، كمان الاستعمال العشوائي ضار. فإذا نحن بننتبه على هالشغلات البسيطة. دكتورة زاهرة الفهد، أكيد بنشكرك على جميع النصائح اللي قدمتي لنا إياها اليوم، والله يبعد المرض عن جميع نساء العالم. آمين. يا رب، والله يشفي المرضى. بنشكرك. حاولنا نسألك جميع الأسئلة اللي بتخطر على بال جميع السيدات اللي عم تحضرنا. شكرا لك. نعم أكيد مثل ما قلتي نحن نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى. أكيد دكتورة حابة تضيفي شيء؟ كنت حابة بس نبه أنه التدخين له علاقة بسرطان الثدي مو بس الرئة وغيرها، وكمان الكحول لازم كنا نأكد عليهم. كل الشكر لك دكتورة. كل الشكر.